بسم الله ستارتنج فيو. في بعض الناس بتحب اول ما تفتح الريفت المشروع بتاع الريفت يفتح على فيو يكون بسيط جدا، في اسم المشروع وهل المشروع ده معماري انشائي ولا معماري بس. فدي سهل ان احنا نعملها، ان انا اجيب ليجند او نيو ليجند وافتح صفحه جديده هكتب فيها اي كلمه من اتيت، ادخل على التكست اقول له ستارتنج فيو. تمام. طيب ممكن بقى تحط صوره او اي شكل انت عايزه. طيب لو انا عايز اخلي الريفت اول حاجه يفتحها هو الستارتنج فيو، يبقى اروح على مانج هلاقي هنا ستارتنج فيو، في عندي كذا اختيار، ممكن يفتح على الشيت دوت او ممكن يفتح على لاست فيو، اخر فيو كنت شغال عليه لما قفلت الجهاز بتاعي قفلت المشروع. انا هو ان اقول له افتح لي على ليجند 1. اوكي، يبقى كده اول ما يفتح هيفتح على الستارتنج فيو دوت.